ويبقى معنا جميل حسن مراسلنا عبر الأقمار الصناعية من حما لتزويدنا بتفاصيل أوفى. جميل أهلا بك معنا، ما تفاصيل استهداف موريك وما هناك استهدافات أخرى أيضا في حما؟ نعم نقم، دعيني أن أنقل هذا الخبر. منذ قليل أيضا كان هناك استهداف على مدينة اللطامنة، تركز على الأماكن السكنية بعدة قذائف مدفعية، كانت الأضرار مادية ولم يكن هناك إصابات في صفوف المدنيين حتى هذه اللحظة. بالنسبة لمدينة موريك، هذه المدينة التي تتمركز فيها نقطة تركية، تعرضت لقصف مكثف برجمات الصواريخ وبالمدفعية الثقيلة من أماكن تمركز ميليشيا أسد الطائفية في معسكر ثوران الواقع بريف حماة الشمالي، وأيضا من المعسكر الروسي الواقع شرق تل الأبزام، وأيضا من عدة مناطق أخرى تتركز فيها ميليشيا أسد الطائفية. القصف طال معظم أنحاء المدينة، تركز القصف على الأماكن السكنية بشكل مباشر، كان هناك عدة إصابات، ثلاثة إصابات من بينهم إصابة طفلة، والإصابة كانت خطرة، تم نقلها باتجاه الشمال السوري باتجاه المشافي من أجل العلاج. أيضا أبرز أماكن الاستهداف كانت مركز الدفاع المدني الذي يقع في مدينة موريك، تم استهدافه بصاروخ راجمة شديدة الانفجار، ما أدى إلى خسائر فادحة في ممتلكات الدفاع المدني والآليات. أيضا الاستهداف طال الدفاع المدني أثناء قيامهم بعملية الإسعاف، لأن القصف لم يكن بشكل مفاجئ دفعة واحدة، كان بشكل مستمر على عدة دفعات، صاروخ مدفعي، قذيفة مدفعية وصاروخ رجمة، قذيفة مدفعية وصاروخ آخر في الحي الآخر. هذا الأمر سبب ذعر. أيضا سبب هذا القصف أو أثناء عملية الاستهداف، كان هناك حالة هلع كبيرة بين المدنيين أثناء تجولهم في الأسواق، وحين بدء القصف المفاجئ حدثت حوادث سير على الطرقات، ما أدى أيضا إلى إصابات في صفوف المدنيين نتيجة هذه الحوادث ونتيجة الهلع الذي خافوا أثناء عملية القصف. الاستهداف أيضا توجه باتجاه تلة الصخر الواقع بريف حماء الشمالي الغربي بعدة قذائف مدفعية. أيضا كانت بلدة الزيارة الواقع بريف حماء الغربي تعرضت لعدة قذائف مدفعية وصاروخية، لم يكن هناك إصابات في تلك المنطقة ولكن كان خسائر مادية فاتحة. أيضا طال القصف قرية الأربعين ومحيط قرية الزكاة. بالنسبة للوضع الإنساني لهؤلاء المدنيين أثناء الخروقات المستمرة من قبل ميليشيا أسد الطائفية، فكان هناك حركة نزوح خفيفة بالنسبة للأهالي والمدنيين الذين تخوفوا جدا من هذه الخروقات، وخاصة في الأسبوع الفائت منذ 6 أيام حتى هذه اللحظة القصف يكون مكثف ومركز على الأماكن السكنية. تمت حركة النزوح نغم باتجاه الحدود السورية التركية، وأيضا باتجاه ريف إدلب الجنوبي، وبعض العوائل باتجاه ريف حماة الغربي إلى المناطق الذي يظنون بأنها أكثر أمنا لهم، ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة، خاصة المدنيين الذين لم يجدوا الخيام، فتوجهوا باتجاه المدارس وباتجاه الأراضي الزراعية، وضعوا خيمة أو صنعوا خيمة من القماش وتركزوا فيها ريثما تهدأ هذه الأمور. نعم، إذن أشكرك على كل هذه التفاصيل. جميل حسن، كنت معنا مباشرة من حماة.